ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ريفيو سريع عن دول ايس كريم ميجا الجديد اللي لسه نازل. طبعا احنا عارفين ان كل سنه في رمضان بالتحديد ايس كريم ميجا بينزل بانواع مختلفه وباطعمه مختلفه. السنه دي نزل لنا بطعم اول طعم عندنا بزبدة الفول السوداني، وتاني طعم عندنا بالبراونيز، وتالت طعم عندنا بطعم القهوة. وفي كمان طعم رابع وطعم العسل تقريبا. الطعم ده انا قلبت عليه الدنيا بصراحة، لفيت عليه كتير وملقتهوش، بس حبيت اعمل ريفيو عن التلاتة اللي موجودين دلوقتي، ونشوف بقى هل طعمهم حلو ولا لا. بالنسبة لسعر كل واحدة فيهم، سعرهم 5 جنيه. هما يعني نزلوا في سعرها شوية. الميجا اصلا ما كانتش بيبقى سعرها كده، كانت تبقى يعني ب8 جنيه تقريبا. بس بتبقى حجمها اكبر، يعني من الواضح اللي هنا دي شكلها صغير جدا، وهوريكم كمان شكلها لما هفتحها. لكن الميجا اللي ب8 جنيه حجمها اكبر، وبصراحة زمان لما كنا بنجيب اللي هي الميجا الكبيرة ديت الواحد ما كانش بيقدر يخلصها، كانت بتبقى كبيرة جدا، وساعات الواحد من كتر ما هي كبيرة بيجزع وما بيقدرش يكملها كلها. لكن انا شايف ان دي حجمها مناسب للناس بقى ايه اللي ما بتقدرش تخلص الميجا كلها. انا عموما ما بقدرش اخلصها كلها، وساعات بجزع منها كمان. فاحنا هنجرب بقى ايه الميجا الصغيرة ديت. ممكن بقى نجرب بالزبدة الفول السوداني، نفتحها مع بعض. طبعا ده شكلها، اكيد القطع ديت المتغلفة من برة ديت فيها قطع فول سوداني، يعني انا بتوقع، بس لسه هندوقها بقى ونشوف طعمها تبقى حلوة ولا لأ. الطبقة الخارجية حلوة، بتفكرني بتعمل سنيكرز او اي حاجة فيها فول سوداني. لسه بقى شكلها من جوه، مندوق بقى طعمها. طعمها حلو ومعقولة وهادية كده، عجبتني. يعني بالنسبة للناس اللي بتحب اللي هي اللي بيحبوا الفول السوداني هتعجبهم، يعني هي مش اوفر قوي، لا حلوة. هنجرب اللي بالقهوة بقى. طبعا في ناس كتير فرحانة اللي بالقهوة نزلت دي، عشان الناس اللي بتحب القهوة ممكن يعجبهم النوع ده، فاحنا هنجرب اللي بالقهوة مع بعض. ده شكل اللي بالقهوة، هو شكلها سادة خالص، مش زي التانية. التانية كان فيها قطع فول سوداني، لكن دي سادة خالص ما فيهاش اي حاجة. شايفين عاملة ازاي؟ مش عارفة هي ليه مش راضية تظهر، مش ظاهرة قوي. ماشي، بس اهو هي سادة خالص. نجرب بقى طعمها. طعمها مرة شوية، لا مش شوية، هي طعمها مرة قوي، ما حبتش طعمها.
يعني اللي بالفول السوداني احلى، شايفين اصلا برضو من جوه عامله ازاي. الكريمه اللي جواها برضو طعمها بالقهوه. الناس اللي بتحب القهوه عموما يعني هيحبوا الطعم ده. انا بالنسبه لي مش مياله للقهوه قوي، فعادي. بس استنوا كده، انا هشيل الطبقه ديت. بصوا طبعا الخطوط السوداء اللي انتوا شايفينها دي، ده صوص مش عارفه بقى، ده ممكن يكون صوص شوكولاته او صوص قهوه. بس هندوق كده مع بعض. هو هنا برضو الصوص هنا موجود. صوص قهوة. هي حلوة للناس اللي بتحب القهوة، طعمها قهوة قوي يعني. بس بالنسبة لي حبيتش الطعم ده قوي. نخش بقى على الطعم اللي بعده ونشوف بقى طعم البراونيز هتبقى عاملة ازاي. هي ده شكلها من بره اللي في الصورة. هنجرب. طبعا ده شكلها. شايفين شكلها، شايفين اصلا قطع البراونيز اللي فيها زهرة قوي وبارزة قوي. شكلها اصلا بيفكرني، كان في برضو نوع كده من الايس كريم بس مش عارفة ايه هو، مش فاكرة الصراحة. بس خلينا نجربها مع بعض. طعمها حلوة واخف واحدة فيهم. انا اصلا بحب الحاجات اللي فيها وايت شوكولات من بره، فطعمها خفيف جدا. يعني الناس اللي بتحبها او اللي بيحبوا البراونيز عموما هتعجبهم. والصراحة سعرها حلو قوي يعني، وحجمها مناسب يعني تقدروا تخلصوها. بس وهي الصراحة يعني انا شايفة ان هي اخف واحدة فيهم، اخف طعم نزل فيهم. فمش عارفة بقى هل برضو الطعم اللي انا لسه ملقيتوش اللي هو بطعم العسل ده هيبقى طعمه حلو ولا لأ. بس فانا بالنسبة لي لو هقيمهم هدي اللي هي بالبراونز 10 من 10 لانها عجبتني. واللي بالفول السوداني هديها 8 من 10. اما بالقهوة اديها 7 من 10 لان هي طعمها مر يعني. لكن الناس اللي بتحب الايس كريم بالقهوة او بتحب القهوة عموما هتعجبهم وهينبسطوا منها. فبس ده كان ريفيو سريع كده عن الايس كريم ميجا الجديد. ولو حابين بقى نعمل ريفيوهات من النوع دوت او اي منتج نازل جديد انتوا مثلا شايفينه كده اكتبوا لي تحت في التعليقات. او عاوزين بقى نعمل تحديات او اي حاجة اكتبوا لي تحت. وما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتير. واللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل تحت يشترك. واشوفكم على خير.